وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان موفد النيل الزميل علاء رشوان. على تحياتي، أبرز ما يمكن أن ترصده حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأردن حتى الساعة؟ تحياتي إليك زميلي فوزي. هذه القمة التي تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى توقيت انعقادها أو بالنظر إلى الملفات التي طرحت خلال هذه القمة الثنائية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك الأردني الملك عبد الله الثاني. في هذه القمة جرى الاتفاق على ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين لدعم فرص الاستثمار البينية بين الجانبين، خاصة في مجالات التجارة والصناعات الدوائية والنقل والطاقة، وفيما يتعلق أيضا بإمكانية وفرص تصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن، كذلك العمل على ما تحقق من نتائج خلال انعقاد دورات اللجنة الوزارية بين البلدين برئاسة رئيسي الوزراء في الجانبين، والعمل على تحقيق ما تم التوصل إليه من توصيات وإجراءات وخطوات عبر انعقاد هذه الدورات المتعاقبة والمتتالية من هذه اللجنة الوزارية. القمة الثنائية والأخرى الموسعة التي ضمت وفدي البلدين تناولت أيضا جملة من الموضوعات والملفات والقضايا التي تشهدها المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في كل من سوريا واليمن وليبيا، واتفق الجانبان على ضرورة دعم كل الجهود الأممية والإقليمية المبذولة لحل هذه الأزمات بما يضمن مقدرات الشعوب العربية ويوقف من نزيف هذه الشعوب عبر إقرار تسويات سلمية تضمن يعني حلحلة هذه الأزمات بشكل سلمي. أيضا القمة أكدت على ضرورة حل القضية الفلسطينية حل سلمي يستند إلى المقررات الشرعية الدولية وصولا إلى إقامة دولتين وتطبيق المبادرة العربية للسلام بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967. زميلي فوزي، هذه القمة كما أشرنا تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى التوقيت التي انعقدت فيه، حيث تسبق انعقاد القمة العربية في مارس المقبل، وما يفرض على الرؤساء والزعماء العرب خاصة رؤساء الدول المحورية مثل مصر والأردن لدعم وتعزيز التنسيق والتشاور ودفع آليات العمل العربي المشترك لإقرار يعني الأمن والسلم في ربوع المناطق التي تشهد أزمات طاحنة في منطقة الشرق الأوسط، والتوصل أيضا إلى تسويات سلمية تضمن مقدرات الشعوب العربية، والاتفاق على دعم التكامل العربي البيني في كل المجالات، ليس فقط في المجالات السياسية وإنما أيضا في الاقتصادية وأيضا المجالات الاستثمارية. القمة شهدت أيضا تأكيدا من كلا الجانبين على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين المصري والأردني من جانب وبين الأطراف العربية مجتمعة لتحقيق هذه الأهداف المرجوة التي أشرنا إليها وصولا إلى إقرار التنمية والسلم والأمن في ربوع المنطقة العربية. أشكرك جدا زميلي علاء رشوان موفد النيل إلى العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا.